بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فمن أحداث هذا اليوم ما نكب به إخواننا في أفغانستان من ذلك الزلزال القوي المدمر الذي نتج عنه مقتل نحو من 1000 شخص وجرح 1500. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من قتل شهيدا عنده وأن يرفع درجته في الجنة وأن يعافي المصابين وأن يجبر كسرهم ويداوي جرحهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وهذه الزلازل هي من آيات ربنا جل جلاله التي قال فيها: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومثل هذه الزلازل والبراكين والإعصارات والحوادث المدمرة التي تقع هنا وهناك ينبغي أن تكون حافزا للناس بأن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن يتوبوا إليه وأن يستقيموا على أمره وأن يحدثوا إنابة وخشوعا وذلا وإخباتا ليرفع الله عنهم ما بهم، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا ارتفع إلا بتوبة. وإخواننا الأفغان نضر الله وجوههم، كان لهم تاريخ مجيد في الجهاد وتاريخ مجيد في مقارعة أعداء الله وتاريخ مجيد في نصرة الدين وأهله، حتى أثمر ذلك نصرا عزيزا في السنة التي مضت، وخرج الصليبيون ومن أعانهم أذلة صاغرين. وهذا من جملة البلاء الذي ابتلاهم الله عز وجل به. أقول إن واجبا على المسلمين أن يقفوا مع إخوانهم مع إخوانهم وأن يمدوا لهم يد العون وأن يغيثوا ملهوفهم وأن يعينوا محتاجهم وأن نسعى في إطعام جائعهم وكسوة عاريهم ومداواة جريحهم، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهذا نداء أوجهه لمن بسط الله أيديهم ووسع عليهم بأن يغيثوا إخوانهم وأن يعينوهم وأن يعرفوا حاجتهم وأن يتفقدوها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الذي أصاب إخواننا هو آخر آلامهم وأن لا يريهم مكروها بعده، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.